بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج أهل المدينة. نطوف معا حول معالم مدينة عدن ونستنشق عبير الحضارة ونخالط الواقع بحلوه ومره، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة دار سعد أكثر مديريات عدن فقرا وبطالة، الغرفة التجارية بعدن بوابة الاستثمار وصمام الاقتصاد الوطني، سامح الشرجبي مقاوم متسلح بحب الوطن. كل شيء يتغير إلا قانون التغيير، ومدينة عدن تسير كل يوم خطوة نحو السلام بعيدة عن الحرب وشوائبها. كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تحسن مؤشرات الاقتصاد في المدن المحررة من ميليشيا الانقلابيين. وأوضح المركز في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد في اليمن خلال العام 2016 أن عودة الاستقرار إلى بعض المدن المحررة أدى إلى تحسين تقديم الخدمات والسلع وتراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية. وأوضح التقرير الذي أعلن في العاصمة المؤقتة عدن أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية بلغ 22% خلال العام الماضي مقارنة ب 30% عام 2015. اختتمت كلية الحقوق في جامعة عدن فعالية الأنشطة الطلابية اللاصفية لدوري فقيد الجامعة الدكتور عبد الوهاب شمسان عميد كلية الحقوق السابق. الأنشطة شملت وعلى مدى أسبوع كامل مباريات في كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وبمشاركة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. توج فريق الشعلة الرياضي بالعاصمة المؤقتة عدن بكأس بطولة التصالح والتسامح لكرة اليد الشاطئية بعد تغلبه على فريق تضامن حضرموت 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ساحل شاطئ جولدمور. وشارك في البطولة وعلى مدى يومين 8 فرق من محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت. دشن في مدينة زنجبار بمحافظة أبيان مشروع المدارس البديلة للطلاب النازحين الذين دمرت الحرب مدارسهم. المشروع الذي تموله مؤسسة العون للتنمية وبالتنسيق مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية عبارة عن 40 خيمة جهزت كفصول دراسية في 5 مدارس حكومية، ويهدف إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم الأساسي. احتفلت كلية الصيدلة بجامعة عدن بتخرج الدفعة 17 وعددهم 105 صيدلانيا. فعالية التخرج حملت اسم شهيدين من المقاومة الجنوبية، أحدهما من أبيان والآخر من الضالع، وكرمت أسرتيهما إحياء لذكرى التصالح والتسامح التي يحتفل بها الجنوبيون في يناير من كل عام. كما تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة ترقص الطلاب على أنغامها فرحا بتخرجهم. مديرية دار سعد من أكثر المديريات بؤساً في عدن، ظلت سنوات قابعة بين اليأس والإهمال. مشاكل هذه المديرية والحلول ما نناقشه في هذه الحلقة. تتفاقم المعاناة بوتيرة متسارعة للمواطن البسيط في منطقة دار سعد، بوابة عدن الشمالية وأكثر مديرياتها فقراً وبطالة، في ظل تهالك أجزاء كبيرة من البنية التحتية جراء تعرضها للدمار خلال حرب ميليشيا الإنقلابيين في العام 2015. لا كهرباء، لا مياه، لا مجارين ولا أي حاجة. قال جنبنا كداديف، جنبنا بلالع، جنبنا يعني حيوانات ميتة. لنا 3 سنين بلا ماء، ما يدخل لنا دم البيوت. هذا مياه الشرب تخرج من القصب، ولنا أكثر من شهر على هذا الحال ولا في أي تحسن. وأقول لك أمراض الكوليرا، البلاوي كلها تحصل من المياه الشرب. الديدان اللواك البلاذيع كما أنتم تشوفوا الآن، هذه الترسبات وما حد يلتفت لك. عندما تبلغ فين تروح؟ يقول له يا أخي ما فيش عندنا نحن أي يعني إجابة الأسئلة حقك. ففي كذا إدارة اليوم مقفلة، ما حد يلتفت لك، فين بتروح عندما تشتكي؟
في الأحياء السكنية غير المخططة في الجهة الشرقية للمديرية تنعدم مقومات الحياة الكريمة في شتى المجالات، ويعيش سكانها في بيئة غير صحية أضحت مرتعا خصبا لكثير من الأمراض والأوبئة بسبب التلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الشرب بمجاري الصرف الصحي وتمدد مخلفات القمامة بالقرب من أبواب المنازل ومسالكها. أطفال مليان يموتون بهذه الحافة بسبب الأمراض الكوريرة وبسبب المجاري هذه اللي تؤذي الناس. روح تعالجوا كامل من لاقش إلا دريب حالي ولا مالح ولا باقي ما فيش. يعني القوال الواحد حصل مجمع مقدلين مليان قوال وأمراض. إذا معك مريض، إذا ما فيش بابور أنجيز لما الصداقة يموت الميت هنا، ما حد يدرابه. نحن سلة المهملات. نحن بسلة المهملات، نحن قام مصنع درهم الأكسر. نحن قام مصنع ابن الأكسر. مسافة بعيدة، لا معانا حتى هنا فرزة، ما فيش فرزة معانا. تفاصيل الحياة اليومية في الأحياء الفقيرة من مديرية دار سعد تبدو أكثر بؤساً وحرماناً نظراً لغياب التنمية وتفعيل الجانب الخدمي، الأمر الذي خلق واقعاً معقداً أمام سلطتها المحلية لوضع المعالجات والتي لم تكن هي الأخرى بمنأى عن الضرر بعد تعرض مقرها الرئيس وعدد من المساكن للدمار بفعل الحرب. أكثر الشباب هنا ماتوا بالحرب والشظايا مقدلة داخل الحمل، ما حد علق احنا ولا حد لفت لعندنا لحد الان، لا توجد اي مصادر دخل ولا اي انتفاع ولا اي حاجه، فالشباب مقدرين في شوارع قدامه كما انت تشوف. فين من تروح؟ معناته في انحراف، وعلشان كذا بضطر نقول السلطه تنظر للناس. معي حمار اشقى علي وعلى عيالي بدون شغل، هذا شباب بدون شغل، ده بدون شغل، كلهم بدون شغل. الوضع الإنساني في الأنحاء الشرقية من مديرية دار سعد يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لتفعيل الجانب الخدمي وإيجاد الحلول البديلة للقضايا العالقة ووضع خطط تنموية فاعلة من شأنها انتشال المديرية من الوضع الكارثي وضمان ديمومة الحياة الطبيعية فيها. الأستاذ محمد عبد الكريم الجباري مدير مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، أهلاً ومرحباً بك في هذا اللقاء. اليوم نناقش مشاكل مديرية دار سعد ووضعها خاصة بعد الحرب. مديرية دار سعد معروفة أنها من أكثر المديريات إهمالاً من قبل الحكومة، وهذا الوضع كان من قبل الحرب. نريدكم أن تحدثونا ماذا حدث الآن في مديرية دار سعد أو ماذا يحدث. فرصة طيبة أن نرحب اليوم بقناة بلقيس الفضائية لزيارتنا في مديرية دار سعد لتلمس هموم ومشاكل هذه المديرية التي تعتبر البوابة الشمالية الغربية لمحافظة عدن. هذه المديرية التي صمدت صمود أسطوري بفضل أبناء هذه المديرية البواسل في مقاومة قوات الانقلاب الحوثي العفاشي، وهذه المديرية هي التي حافظت على عدم سقوط محافظة عدن أثناء الحرب، حيث دفعت هذه المديرية 404 شهداء في مواجهة قوات الانقلابيين و1250 جريح. هذه المديرية نالت نصيب الأسد من الدمار الذي لحق في هذه المديرية هو ما يساوي 50% من الدمار الذي لحق في محافظة عدن. نعم. أنتم شاهدتم فقط الشارع الرئيسي اللي هو شارع عدن تعز في زيارتكم هذه، لكن لم تدخلوا إلى منطقة البساتين، إلى منطقة جعولة، لتلاحظوا حجم الدمار الكبير. الشيء الآخر ما يتعلق في الخدمات في هذه المديرية، أنت أشرتي إلى أن هذه المديرية التي أهملت عانت الإهمال كثير، لا أنا أخالفك الرأي. عندنا في هذه المديرية 18 مدرسة حكومية، هذه المديرية فيها روضتان وفيها 3 مدارس أهلية. نعم. برضو في مديرية دار سعد ثانوية عدن النموذجية، هذه ثانوية المتفوقون على مستوى محافظة عدن، إلى جانب مدرسة البيحاني والمدرسة الدولية في هذه المحافظة. هؤلاء أوائل المحافظة يدرسوا في هذه المدارس.
كذلك لدينا كلية المجتمع وفيها حوالي 2400 طالب، مساق البكالوريوس ومساق الدبلوم. هذه الكلية تخرج لنا كادر وسط، كادر وسط، الكادر الفني والمهني. كذلك أنتم الآن موجودين، نحن الآن مبنى المجلس المحلي دمر أثناء الحرب بالكامل، لأن الحوثيين أخذوا منه مركز عمليات متقدم عندما احتلوا المبنى ودمر أثناء الحرب، ونحن انتقلنا إلى جزء من المعهد الوطني وهو جزء منفصل كان خاص بطلبة القسم الداخلي، كون لا يوجد قسم داخلي، فتعاونوا معنا الأخوة في التعليم الفني وفي المعهد وسلمونا هذا الجزء كي نسير أمور هذه المديرية حتى يتم إعادة تأهيل المبنى. المعهد الوطني فيه 1450 طالب وطالبة، وأنتم شاهدتم في هذه الكليتان بناتنا أكثر من الأولاد. نعم. في اهتمام، لدينا اهتمام أولي بالنسبة للتعليم بالذات التعليم الفني. نقصد أننا ذهبنا وصورنا أن هناك مجاري وهناك قمامة في منتشرة، الخدمات هنا ناقصة يعني بشكل كبير. قد لا نكون نحن نحملكم أنتم المسؤولية، ولكن هذا الأمر له تبعيات منذ سنوات عديدة تعاني منه مدينة دار سعد أو مديرية دار سعد. شوفي يا أختي، ما يتعلق في الخدمات، ما يتعلق بالنظافة، هناك من عمال النظافة يقومون أولا بأول برفع المخلفات، وعليكم زيارة هذه المديرية، عليكم زيارة شوارعها وتصويرها. ما يتعلق بخدمات المياه والشرب وشبكات الصرف الصحي، المياه متوفرة إلى كل بيت في هذه المديرية، في كل بيت، حتى البيوت العشوائية فيها مياه. لكن ما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، أنا أوافقك الرأي، المدينة القديمة لدار سعد فيها شبكات صرف صحي وفيها ثلاث محطات مختلطة بالمجاري، فيها ثلاث محطات لشبكات الصرف الصحي. أستاذ الكريم، بالتأكيد لا يخفى عليكم لون المياه الذي يشربها لا العديد من المواطنين. شوفي 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 أختي، لا يشبه لون الماء. ما أشير إلى هذه النقطة، مدير دار سعد ما يتعلق، قلنا المدينة القديمة فيها شبكات الصرف الصحي مكتملة، وعندنا ممرات خلفية من أيام بريطانيا على نفس النسق الهندي، لكن لدينا منطقة اللحوم، لدينا منطقة السلام، حي السلام، وهو مدينة بحد ذاته، لكن البناء الجديد أو البناء العشوائي، البناء العشوائي أو البناء الشعبي هو الذي لم تصله بعض منه شبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى اختلاط عندما حصلت المرة الأولى قبل شهرين. سأليني لماذا حصلت اختلاط شبكات الصرف الصحي بشبكات المياه؟ يا أختي، تعرضنا إلى تخريب، إلى تخريب في شبكات الصرف الصحي. حين عندنا في المضخة الرئيسية التي تضخ من مديرية دار سعد، أخرجنا 16 حبة بردين من داخل منهول، رموها إلى داخل منهول. أخرجنا الأكياس مليئة بالتراب، أخرجنا بقايا القطائف. هناك كان في عمل تخريبي متعمد عندنا في دار سعد، في القاهرة، في المضخة الرئيسية اللي في القاهرة، في المضخة الرئيسية اللي تضخ برضو ومرتبطة بشبكة دار سعد في المنصورة، ولكن بذلت جهود وتم إصلاح هذه الشبكات. لكن لا نجزم بأن هناك لا يوجد قصور، في قصور. نحن واضعين خطة هذا العام لنتلافى حصول مثل هذه الأخطاء. أولاً ما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، نحن سنعمد خلال هذا العام ضمن برنامج الاستثمار لهذا العام إلى فصل، إلى إبعاد خط المياه عن خط الصرف الصحي. للأسف إنه بعض الاختلاط اللي حصلت، اختلاط مياه الصرف الصحي في بشبكات المياه، هو نتيجة عندما حصلت الانسدادات وطفحت المجاري في الشوارع نتيجة التخريب اللي حصل. عندما أصلحنا هذا التخريب انتهت عملية الاختلاط. كذلك في حاجة أخرى للأسف، أن الأخوة المواطنين للأسف لا يفهم قيمة فاتورة 100-300 ريال أو 400 ريال في الشهر، يقوم يربط عشوائي، وبعد ما يربط عشوائي يترك خط المياه مفتوح وتسربت المجاري. لكن هذا العام نحن في ضمن خطتنا أن نفصل شبكة المياه عن شبكة الصرف الصحي من خلال التالي: إبعاد خط المياه عن خط شبكة الصرف الصحي، تأهيل الممرات الخلفية التي بتسبب الاختلاط، تأهيلها ممرات خلفية من أيام بريطانيا وبيسموها هنا في عدن جلالي،
كذلك عندنا في المنطقة الغربية 16 ممر، هذا في المنطقة الشرقية 16 ممر، وعندنا حوالي 115 ممر في المنطقة الغربية. نحن ضمن خطتنا هذا العام سنركز جهودنا على تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، مسألة التوسع في المدارس، في الطرقات، في الخدمات الأخرى، هذه سنعجلها إلى العام القادم، لأن حياة الإنسان وصحة الإنسان أهم من أي شيء آخر. لكن نحن برضو، أنا من خلالكم أناشد الحكومة وأناشد المنظمات الدولية والإنسانية أن يساعدونا في ربط المناطق التي فيها شبكات، اللي فيها بيارات، في تستخدم نظام البيارات أو العرف الراشحة لتصريف شبكات الصرف الصحي، بربطها بشبكة الصرف الصحي اللي أشرت عليها، مثل جزء كبير من المنطقة الشرقية في دار سعد، وجزء كبير من منطقة البساتين واللحوم وحي السلام ومدينة السلام وقرية المصعبين. معنا حوالي 18 منظمة أتت لتعمل في مديرية دار سعد. الآن 4 منظمات دولية عاملة. المنطقة الشرقية، جزء من المنطقة الشرقية في دار سعد، بنوا بناء عشوائي غير مرخص وغير منظم. هي أرض من أراضي الدولة، بسطوا عليها وبنوا بناء عشوائي غير منظم وغير مخطط. المفروض ألا يتم البناء إلا بعد إدخال شبكات المياه، شبكات الصرف الصحي والكهرباء والهاتف. هؤلاء الناس فقراء وهي مناطق شعبية. نحن بنساعدهم، بندخل لهم شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، لكن شبكات المياه. أما شبكات الصرف الصحي نشتي للمنطقة بشكل عام، هذه المنطقة الشرقية شبكات صرف صحي جديدة، لأنه بيستخدموا الغرف الراشحة. إنسان يستخدم الغرف الراشحة وهو بعيد من منطقة، من شبكة الصرف الصحي، إيش اللي أقدر أعمل له أنا؟ هذه لازم نشتي ميزانية 5 سنوات للمجلس المحلي حتى نمد شبكة صرف صحي هناك. يجب أن ينظم البناء. الحل هو نحن نطالب مشروع تأهيل شبكة مياه وشبكة صرف صحي لهذه المنطقة، تربط بالشبكة العامة، لكن هذا فوق طاقتنا نحن كمديرية، لكن ممكن في المحافظة أو الحكومة أو المنظمات الدولية تساعدنا. لكن المياه هناك في منظمة كير ساعدتنا، والآن لمدة 3 أشهر بتمولتهم بالخزانات حوالي أكثر من 1500 خزان. برضو ساعدت هذه الأسر من خلال تقديم العون في ما يتعلق في الآثاث المنزلية من فرشان وملالي وغيرها، كذلك ما يتعلق بإمدادهم بالمياه لمدة 3 أشهر. نحن من خلال هذا الشهر نبدأ مشروع تأهيل خط المياه وخط شبكة الصرف الصحي، إن شاء الله نبدأ العمل فيه من هذا الشهر، وإن شاء الله نعمل حل لهؤلاء الناس إن شاء الله. أستاذ محمد، هذه المشاريع كلها التي ذكرتموها تحتاج إلى ميزانية، وأنتم قلتم الآن أن هذا فوق طاقتكم، لو تحدثون عن ميزانية المديرية ومن أين كذلك تأتي إيراداتها؟ ميزانية المجلس المحلي نحن واضعين ضمن برنامجنا الاستثماري 340 مليون ريال يمني، على أساس ضمن الموازنة. هذه موارد محلية وموارد مشتركة ودعم مركزي، لكن نتيجة أوضاع الحرب، ونحن الآن البلد تعيش في أوضاع حرب، وأنتم تعرفوا الوضع الاستثنائي اللي تمر فيه البلد، مواردنا قليلة. العام الماضي مواردنا لم تصل إلى 70 مليون العام الماضي، لكن نطمح هذا العام، الظروف أصبحت أمنيا أفضل، وأصبح في أمن وفي استقرار في هذه المحافظة ومنها مديرية دار سعد. سنعمل على رفع مستوى وسقف مواردنا المالية كي نفي بالتزاماتنا بالنسبة لتأهيل الخدمات. هل تتوقعون أن يصلكم دعم مناسب بما يتوافق مع احتياجات المديرية من قبل الحكومة هذا العام؟ طبعا، أنا أحب أن أتوجب الشكر الجزيل للأخ محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، هذا الرجل البطل المقاوم الذي يدعم مديرية دار سعد دعم استثنائي، وقد تم الاتفاق معه على أساس أن يكون هناك دعم استثنائي ما يتعلق بتأهيل البناء التحتية وإصلاح أوضاع شبكة الصرف الصحي والمياه والنظافة إلى آخر، وحتى ما يتعلق بالنسبة للصحة أو للتعليم. تم توجيه تقدر تقولي 50% من عمل المنظمات الدولية في عدن إلى دار سعد هذا العام. على ذكر البنى التحتية، دار سعد مثل ما ذكرتم في بداية اللقاء أنها من أكثر المديريات التي تعرضت للقصف،
والتي تعرضت وتضررت كثيرا، وكانت هي من أولويات الموجودة في ملف الإعمار الذي كان مع بداية انتهاء الحرب. إلى أين وصل هذا الملف؟ نحن رفعنا مذكرات عدة، وأنا عند حضورنا الاجتماعات الموسعه في المحافظة نطرح هموم مشاكل الإعمار في ملاحظة أنت طرقتها وهي طيبة. نحن كان جزء كبير من دخل المديرية هي من السياحة، لدينا أكثر من 100 فندق داخل هذه المديرية، لاحظتها كلها ضربت إن لم يكن 4 أو 5 اللي هي في إطار الخدمة وعادي من الدرجة الثالثة والثانية، لكن بقية الفنادق ضربت وغير مؤهلة نتيجة تمركز الانقلابيين في المباني ونتيجة الحرب الضروس التي ظلت طيلة ما أكثر من 3 أشهر في هذه المديرية. نحن نطمح إلى إعادة الإعمار ونحن نطالب المحافظة، وأطالب الآن المحافظة والحكومة والرئاسة اليمنية من خلالكم إلى تحريك ملف الإعمار، كما نناشد الأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يقدمون كل ما يستطيعوا من دعم لهذه المديرية. هم قد قدموا الكثير في تأهيل البنى التحتية في إطار دعم التعليم، دعم الصحة، دعم المياه، دعم الصرف الصحي، دعم الكهرباء، إلى درجة دعم رواتب الناس. ونحن نتوجه بالشكر الجزير، هؤلاء اختلطت دماءنا بدماءهم، ولا يمكن أن ننسى هذا العرفان أو الجميل في دعمنا، لكن برضو نطمح أن يدعمونا أكثر بما يتعلق بإعادة ملف الإعمار. أنا أناشد من خلالكم دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى الاهتمام والبدء بملف الإعمار. الحكومة اليمنية لا تستطيع أن تقوم بملف الإعمار ما لم يكن هناك في دعم عربي خليجي ودعم دولي، لأن حجم الإعمار كبير. حجم الإعمار الذي تعرضت لعدم قيمته أكثر من 10 مليار دولار. إذا ماذا نستطيع نحن أن نقدم؟ أستاذ محمد، نفتح سوية الملف الصحي، وأنا كثير من المستشفيات ووضع الصحي متدهور جدا في داخل مديرية دار سعد. الملف الصحي أختي، أنا أشرت لك أن عندنا حوالي 5 مراكز صحية الآن التي تعمل، 4 مراكز صحية. نعم. 2 في البساتين، 1 في دار سعد، وبرضو عندنا مركز صحي آخر اللي تبع منظمة أورمان في دار سعد اللي هو في مبنى الأسر المنتجة، ولدينا مركز صحي في العماد، وهذا ما يتبع السلطة المحلية خلاف القطاع الخاص. عندنا برضو مركز الصحة الإنجابية، نحن جلسنا خلال الشهر الماضي مع الأخ الدكتور عبد الناصر الوالي مدير عام مكتب الصحة، واتفقنا أنه خلال هذا العام، بداية هذا العام، نفتح المركز الصحي في اللحوم، ونحن عاقدين العزم على استكمال في أسرع وقت مركز الصحة الإنجابية الذي هو في المنطقة الغربية من دار سعد، هو لم يبقى له إلا حوالي 20% من البناء. ولكن أنا أقول إنه رغم إن المركز الصحي في دار سعد ومركز صحي في البساتين لم يتوقف حتى أثناء الحرب، لم يتوقف، وأنتم تستطيعوا أن تزوروا هذا المركز وتشوفوا أن كل ما يتعلق باستثناء العمليات الكبرى تقدم خدمات للمواطن، من المختبر إلى الكشافة إلى كل شيء، كل الأجهزة موجودة باستثناء العمليات الكبرى التي هي إما ب 22 مايو أو الوحدة أو الجمهورية. ولهذا نحن نطمح إلى أن يكون الوضع الصحي أفضل، نطمح إلى، لكن تلقينا الوعود من المحافظ وتلقينا الوعود من مدير عام الصحة أنه هذا العام هو عام إصلاح الوضع الصحي في هذه المديرية. وأنا أقول أنه لسنا نحن في ستوكهولم ولا في سويسرا، نحن في اليمن وهذا واقعنا، ونحن نعترف أنه في قصور، لكن سنعمل في قصور في هذا الجانب، لكن من المعيب ألا نصحح مثل هذا القصور وألا نطمح إلى الأفضل. ونحن قد بدأنا خلال هذا الشهر، قبل حوالي 2 أسبوع تم تغيير مدير مكتب الصحة في المديرية، وأجا دكتور متخصص، وإن شاء الله سنصلح أوضاع الصحة بما فيها المراكز. بدأنا في الإدارة
مكتب الصحة في المديرية وسنصلح أوضاع المركز الصحي إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فيما يخص الملف الأمني أستاذ الكريم، هل تؤدي أقسام الشرطة والجانب الأمني يؤدي دوره في هذه المديرية؟ بعد تحرير عدن قامت المقاومة بملء الفراء في أقسام الشرطة، وباشرنا عملنا كسلطة محلية من الأسبوع الأول، ولو لم يكن هناك أمن لما تواجدتم عندي في مكتبي. الشيء الثاني، عندي أنا الآن 5 أقسام شرطة ومخفر، وأنا زرت الأسبوع قبل الماضي مدينة السلام وقررنا أن نفتح فيها مخفر. في كل مخفر 77 فرد، تم تثبيت 77 فرد من شباب المقاومة كأفراد في الشرطة، إضافة إلى الطاقم القديم الذي للأسف ما زال هناك حوالي 90% من الطاقم القديم رافض أن يحضر للعمل في هذه الأقسام، لأنهم تعودوا أن يستلموا رواتبهم هم بالبيوت. هكذا كانت خطة عفاش ما قبل ثورة الشباب إلى إفساد المؤسسات العسكرية الأمنية، يعطوا لهم رواتب ويقعدوا في البيوت ويحلوا محلهم من المثلث المقدس في داخل مؤسسات الشرطة والأمن، المثلث المقدس الزيدي بالبنط العريض الذي يعاني منه اليمن شمالا وجنوبا. نعم أستاذي، كلمة أخيرة توجهونها للمواطنين في مديرية دار سعد. أنا أتوجه بالشكر الجزيل لأبناء هذه المديرية الأبطال الذي أطلق عليهم دائما تسمية فلوقة الجنوب. مديرية دار سعد هي فلوقة الجنوب التي صمدت في وجه القوات الإنقلابية، قوات الحوثي عفاش. أتوجه بالشكر الجزيل لأبناء هذه المديرية المقاومين الأبطال الصابرين علينا في هذه الأوضاع الصعبة. أتوجه بالشكر الجزيل إليهم كونهم ساعدونا في تثبيت الأمن والاستقرار، وأتوجه بالشكر الجزيل للمقاومة وقيادة المقاومة في هذه المديرية. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبد الكريم الجباري، مدير مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، على هذا اللقاء. الغرفة التجارية الصناعية بعدن واحدة من المباني القديمة في مدينة عدن الجميلة. الدور الذي لعبته هذه الغرفة وأهميتها حكايتنا لهذه الحلقة. محتفظة بخصوصيتها العريقة الضاربة في عمق التاريخ ولا تزال، إنها الغرفة التجارية الصناعية بعدن، صمام الاقتصاد الوطني ومحج الاستثمار منذ نشأتها قبل قرن ونصف من الزمان. الغرفة التجارية هي بيت التجار هكذا، يعني من سنة ما تأسست، أول ما تأسست هي سنة 1886، عملها كبير بالنسبة لنا، نحن ننظر إليها أنها هي الجهة أو الجناح الآخر للطائرة. إذا كانت الدولة هي الجناح فالغرفة القطاع الخاص هو الجناح الآخر، لن تقوم هذه الطائرة إلا بالجناحين. تعد الغرفة التجارية في عدن من أقدم الغرف التجارية في الشرق الأوسط، حيث تأسست في 26 من أغسطس من العام 1886 للميلاد، تحديداً إبان الإدارات البريطانية لجنوب اليمن، وعرفت آنذاك باسم الغرفة التجارية العدنية. عقب اجتماع موسع ضم تجاراً أوروبيين ومحليين، جاء قرار إنشاء الغرفة التجارية حينما دعت الحاجة لتشكيل مؤسسة مستقلة تمثل القطاع التجاري والصناعي والخدمي في محافظة عدن، وتم انتخاب قيادة عامة لها، وبدأت أولى مهامها كقناة اتصال بين التجار والحكومة، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته في تعزيز العلاقة بين رجال الأعمال ورعاية مصالحهم التجارية. لما تأسست في 1886 قامت بدور كبير جدا طبعا على موقعها وعلى الحكم الرشيد، يعني التجارة تشيلها نظام، التجارة تشيلها. نحن في المثل في حضرموت يقول يا تجارة بقانون يا سناوة بقوة. السناوة معناها اللي يطلع الماء، هذا يحتاج له قوة، أما التجارة تشيلها قانون، تشيلها فكر.
فالغرفة التجارية هي التي توري الناس طريق الصح. في العام 1891 للميلاد كان من الأهمية بمكان وضع برنامج فعلي لتوسعة ميناء عدن، فتشكلت الأمانة العامة للميناء وكانت الغرفة التجارية عضوا فيها ممثلة بنائب رئيسها الشيخ عبد الله سالم الرماح. وبعيد الاستقلال الوطني في ستينيات القرن الماضي صدر القانون رقم 16 للعام 68-900 للميلاد ينص على تعديل تسمية الغرفة التجارية العدنية إلى الغرفة التجارية والصناعية الوطنية مع منحها صلاحية مطلقة للقيام بالنشاطات والمهام الاقتصادية. استطاعت الغرفة التجارية بمختلف أقسام هيكلها التنظيمي الإداري خلال مراحل عملها الأخيرة وخاصة بعد تحقيق الوحدة الوطنية عام 1990 للميلاد أن تقدم أرقى خدماتها المعلوماتية وكذا فرص التدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم البحوث والدراسات والاستشارات الاقتصادية. مركز المعلومات من أهم مراكز وأقسام الغرفة التجارية في عدن، فهو يلبي حاجات المجتمع التجاري والاقتصادي، والبحوث والدراسات التي تقدمها الطلبة، أكثر الطلبة يأتون إلينا أخذ بعض المعلومات أو النسب أو بعض الأشياء التي تخص الاقتصاد دولياً ومحلياً. كما أن مركز المعلومات لا يكتفي بإعطاء المعلومات بل التواصل خارجياً، هو التواصل مع الغرف التجارية بالأساس، ثانياً التواصل مع الأعضاء المشتركين بالغرف الدولية والمحلية، والتواصل أكيد مع العالم الخارجي عبر السفارات من خلال رفع الرسائل والتوصيات ما تخص تجارنا، التعامل مع تجارنا بإعطاء قائمة من أسماء التجار إلى السفارات السفارات الأجنبية التي في اليمن لرفعها إلى الغرف الأخرى حتى يتمكنوا من التواصل واندماج مع الأعضاء الآخرين بالغرف الدولية. كانت الغرفة التجارية حريصة على تنمية العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية وكافة المنظمات ذات الصلة، الأمر الذي مكنها من توسيع فرص التبادل التجاري، كما أسهمت في جذب رأس المال الوطني المحلي ورؤوس الأموال العربية والأجنبية وإقامة مشاريع تنموية وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة وخدمة الأعضاء ومعالجة القضايا ذات الاهتمام التجاري والصناعي. إذا ما قامت للتجار قائمة لن تنتهي البطالة، لن تنتهي المشكلة الأساسية في البلد، مشكلة اقتصادية مع مشكلة عسكرية، هذا أنا ما أفهم فيه، لكن هي أساساً مشكلة اقتصادية. لا قامت دولة ولا قام اقتصاد إلا عن طريق الغرفة التجارية. دبي أنا أذكر لما كنا في الإمارات أول ما بدأت الغرفة التجارية بدعوة الناس بالمؤتمرات بالعمل الرئيسي، لما حسوا المشايخ والمسؤولين في الدولة أن الناس بدأت تجي وتحضر مؤتمراتهم وعندهم رغبة في البلد بدأوا يؤسسون الأمور الأخرى التي انطلقوا على ضوءها، لكن الأساس كانت الغرفة التجارية هي اللي تدعو الناس، هي تدعو التجار، هم اللي يتعاملوا مع الناس. الغرفة التجارية هي أساس الانطلاق للاقتصاد هذا البلد. رغم محاولة تهميشها والنيل من مكانتها وإضعاف دورها والحيلولة بينها وبين تحقيق الأهداف الاقتصادية، إلا أن الغرفة التجارية في عدن لا تزال بكامل مقوماتها البشرية التي تؤهلها لموائمة التطور الصناعي وإرساء ركائزه بقدرات لا تقل كفاءة عن مثيلاتها من الغرف في الدول المتقدمة. في عهد المخلوع طبعا كانت القوانين تصدر وبعدين يقولون نحن ايش رايكم فيها، وهذا يعني من باب العبث، وهذا يعني الان ندعو الدوله انه قبل ما يطلع اي قانون او اي قرار يخص التجار اول يناقشوا التجار فيه عشان ما عاد يطلع بعدين الا كذا حاجه جاهزه ويتم التنفيذ على طول. لا
يزال هناك الدور الكبير الذي تستطيع الغرفة التجارية أن تقوم به إذا ما أعطيت من الأهمية والاهتمام ما تستحقه من الحكومة. سامح الشرقبي واحد من الذين اندفعوا للذود عن مدينة عدن بأرواحهم وشجاعتهم ودفعوا ثمن الحرية التي نتمتع بها اليوم نحن وعدن. طالب جامعي لبى نداء الواجب الوطني للدفاع عن مدينته عدن أثناء تعرضها لاجتياح مسلح من قبل ميليشيا الإنقلابيين خلال العام 2015 ميلادية. والله في وحش السعدين سامح جميل ما شاء الله شباب صراحة الدين ما شاء الله. كان الشاب سامح جميل الشرجبي أول الملتحقين بركب المقاومة الشعبية في عدن خلال الحرب الأخيرة وأكثر المستبصرين في جبهة القتال متسلحا بحب الوطن كغيره من شباب مدينة عدن. التحاقي بالمقاومة كانت شيء يعني نوعا من الصدفة عندما هجم الحوثيين على محافظة عدن في البداية. بعد ذلك قمنا خرجنا نحو الشباب من حينا يعني قلنا بنخرج نشوف يعني الجماعة أصحابنا يعني لفين وصلوا كانوا خرجوا بعد ما المساجد كبرت ونادت بالجهاد. فأول ما بدأنا بالخروج نسبيا كان الأمر صعب علي لأننا كانوا البيت أول حاجة يعني مش متعودين على هذا الشيء يعني إلى أن خلاص يعني ورفنا على موقعنا في الجبهة وعسكرنا هناك فقلنا موقع في قريب مصنع زرع اللي خط البريغة هنا على طريق البريغة فقالوا القيادة حقنا هناك ومن هم أولاة أمورنا إنه بيسووا حزام أمني يربط مدينة البريغة بيكون حماية لمدينة البريغة هذا الحزام الأمني اللي هو كان بيكون على حدود البريغة في بعد مدينة الرئيس هنا قبال منطقة الفارسي. خرجنا وتقبلنا الأمر وتقبل الأهل الموضوع يعني بشكل طبيعي يعني خصوصا بعد ما شدت الحرب على عدن وبعد ما قاموا أيضا هؤلاء الغزاة بالقصف على مدينة أو مديرية البريغة وقصفهم شركة مصافي عدن وقصفهم الأحياء السكنية يعني سووا لك نوع من الفزع بين الأهالي في المدينة في المديرية فثبتنا كانوا كل ما يزيدوا يقصبوهم كل ما نزيد نحن ثبات وإصرار في جبهتنا في الموقع حقنا. رمضانية وقبل أيام من تحرير عدن كان سامح يصنع النصر مع زملائه المقاومين في جبهات القتال وما إن علم بهجوم مباغت لميليشيا الإنقلابيين على أحد مواقع المقاومة إلا وبادر مع مجموعة من الشباب بالتصدي له وكانت اللحظة التي غيرت مسار الحياة بالنسبة لسامح. فهذيك اليوم قالنا طلب انه يروحون تعزيز هنا في جبهة بير احمد ورحنا رابطنا هناك يوم في هجمة ذاك الوقت على المعسكر الوثلاثي اللي فيه الجنود المخلوع علي عبد الله صالح وجنود الحوثة في رمضان 19 رمضان كنا صايمين هجمنا هجموا معنا خيرة الشباب وشباب هناك يعني استشهدوا ونحسبهم شهداء عند الله نصر البتول طه الصفر محمد جمال ولا انسى ايضا خالد رشاد وايضا هناك عسكريين 3 و4 انفار من الذين استشهدوا معنا بالهجمه هم تبعنا تبع اللواء فضل حسن. فايضا جرحى من اصحابنا هذيك اليوم بسبب عشوائيه القصف علينا يعني لما كنا نهجم كنا كشباب ما فيش معنا يعني خبره استراتيجيه بالحرب يعني كنا نقدم يعني على الهجمه قدام يعني زي ما تقولي ما فيش اي تنظيم عسكري مننا ما فيش كانوا يقصبوا علينا بالقذائف الهاون وقذائف البي 10 وقذائف الكاتوشه للمواقع اللي نحن نهجم فيها نحن برضو ان نحن ماش كان خبره في بنا انه كنا ما نتفرقش العيال بيننا البين يعني كنا نخدم مع بعض 5 انفار 4 انفار يكون مع بعض احدى هذه القذائف اللي اجت لنا قذيفه هاون اتعورنا ذاك الوقت الاصابه الحمد لله يعني ما فيش اي شعور بالالم بس هذاك الوقت يعني يمكن ثواني
فقدان الغيبوبة ذاك الوقت صحيح يعني، بس كل واحد كان أصحابنا يتفرج كل واحد الليد اللي جنبه يعني، كنا مقدلين الحمد لله صاحيين وكامل أغليتنا، بس يعني من هول ما حدث كل واحد فرق الثاني يعني، نقول الحمد لله كيف أنتوا ذا كل واحد فاقد صاحبه يعني، الحمد لله أنه كنا في كامل عقليتنا وما كنا نشعر بأي ألم ولا كنا نشعر بأي إصابة للألم. بالنسبة لي أنا كانت ذاك الوقت الإصابة في رجلي، حاولت أن أنا أسحب رجلي فشت رجلي ما قدرت أسحبها لثقله، فقلت أنه يمكن الحمد لله أني قد شضيها برجلي في كسر رجلي. الحمد لله كانت يعني ولا في إلا زي القطع من داخل، بس مع السروال ما بينت الآثار حقه، فحاولت أسحب ما قدرت، فحاولت أسحب بيدي أيضا ما قدر، لأن يدي أصبت هنا في شظيتين دخلوا في يدي فكسرت يدي، ما قدرت أحرك يدي، حسيت أنه يدي توقعنا. قذيفة هاون لميليشيا الإنقلابيين سقطت على سامح ورفاقه المقاومين وأدت إلى كسر في يده وقطع شرايين رجله اليسرى، اضطر الأطباء إلى بترها بعد يومين من تلقيه العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود. حملونا حلا لما فوق البابور لإسعاف الشاص، سعفونا احنا لما مستشفى اطباء بلا حدود، قمت من الوعي وكان العيال جنبي اصحابي يعني الحمد لله اللي تعوروا كانوا معي ذاك الوقت، الحمد لله ما كانش فيهم حاجه، كنا ندر بين البين ورجلي كانت مقبسه وقالوا لي رجلك الشظايا اقلها وفرقشت الورده والشرايين، بس ان شاء الله سوينا لها حل ان شاء الله تستجيب، ويدي قبسوها ذيك اليوم. جلست يمكن يومين في المستشفى، بعدين جاء جراح استرالي ذيك اليوم مع مساعد دكتور يمني، والله عملوا اللي عليهم، وجاء قال لي الدكتور اليمني دكتور صالح ذيك اليوم قال لي شوف الجراح الاسترالي اجي اقول لك انه الشرايين والورده ما استجابتش وانه الرجل تحتاج الى عمليه بتر. قلت لهم عادي انا ما فيش حاجه يعني متقبل الوضع، حتى الدكتور ذيك اليوم صالح قال لي ما شاء الله عليك انت واحد يعني من الحالات الغريبه اللي جيت اكلمه كذا، وانا جيت اكلمك وانت استقبلت الموضوع. يرفض سامح الاستسلام للإعاقة التي يقول إنها لم تؤثر على نظرته للحياة، لكنه في المقابل يتمنى أن تلتفت الحكومة قليلاً إلى الشباب ممن ضحوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الوطن. الحكومة جلسنا جلسة واحدة، أعتقد أنه هذيك اليوم شباب عادوا بعد من أصحابنا يعني لما شافوا وضعنا وقهروا علينا قاموا تقفيل مين الزيت في الدكة، بعد ما وصلوا لمرحلة قهر إنه يشوفوا الناس مقدرين أصحابنا والحكومة ما حد مسوي لهم على بالهم ولا على هذا. استضافنا هذيك اليوم عدر الزبيدي المحافظ في بيته، فرحت أنا ونفرين معي من العيال، فكان الدكتور عدر الزبيدي كان معنا واضح إلى أبعد حدود يعني، قال لنا إحنا يعني بالكلمة الواحدة قال أنا ما فيش معي صلاحيات إنه أوفر لكم طيران، أنتم جرحى وأنتم بفضل الله ثم بفضلكم يعني، قال تحررت عدن، هو الوحيد اللي أعتقد إنه من المسائل اللي يعني لفت لنا يعني وبادل نحن الشعور. يبقى وضع سامح وغيره ممن تجرعوا ثمن الحرية قصة تروي للأجيال حكاية التحرير ومعركة النصر في أسوأ حرب تدميرية واجهتها عدن. سيظل سامح الشاب الطموح المقاوم، لن تعجزه الإعاقة عن مجابهة الحياة بحلوها ومرها، فبمساندة من يحبونه يستمر في العطاء، ولأجلهم سيبقى مضحيا متفانيا في حب عدن والوطن. كما تغلبت عدن على الميليشيا الإنقلابية، تغلب الشاب سامح على جراحه ومضى في مشوار حياته لم تمنعه الإعاقة من مواصلة تعليمه الجامعي في كلية اللغات بجامعة عدن، تخصص بزنس إنجليش، ليحتفل بعد عام ونصف من الحرب بالتخرج مع زملائه في دفعة الأمل والتحدي. درست في كلية اللغات قسم بزنس إنجليش إنجليزي تجاري، ودرست سنتين يمكن وفصل سنتين وفاصل، كانت عدن عاد يعني ما بدأت شيء بالحرب، بدأت الحرب بعدين توقفت الدراسة عندنا، ووقفت الدراسة عندنا لفترة حق الحرب، أول ما كملت الحرب قالوا خلاص الآن الدراسة بترجع، قالوا نحن أنت يعني حالتك استثنائية وتعال الوقت اللي تقدر تجي المحاضرات اللي ما تقدرش تجيها أنت بتكون مع في يعني. Thank you.
على عكازين تقدم الشاب سامح جميل وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة الفرحة بالتخرج، غير مبال بالإعاقة التي أصيب بها في السادس من يوليو 2015. وخلال حفل التخرج خطف سامح الأضواء من بين كل زملائه الخريجين، ووقف له الحاضرون تحية إجلال وإكبار، وكأنه استحق وحده النصر بتضحية تجلت أمام الجميع. أقدم نصيحة أول شيء لمن هم بالكراسي والمناصب، أول شيء شوفوا العيال اللي مقطعين. أنا الآن نسبياً قد أكون حفلة التخرج حقي سوالي يعني ضجة إعلامية يعني وبان، بس في هناك عيال من أصحابي وفي هناك شباب مقطعين، ما حد داري، وفي عيال مقطعين إداتهم، في عيال مقطعين سنتين رجولهم، ما حد داري بهم ولا حد لافت لهم. أول شيء اللي بالكراسي ذونا تذكروا أنكم بتحاسبوا أمام الله على الرأي حقكم، يعني كلكم راع وكلكم مسؤولين عن رأيته. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.